السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، وخبر مؤسف يعلن منذ قليل. الموت يبتع لاعب الأهلي السابق والإعلامي الشهير أحمد شوبير ومستشار الرئيس للصحة يحذر بشدة المواطنين بشدة من تغير الأجواء وتحذير شديد. إذا ظهرت عليك هذه العلامة في عينك فأنت مصاب بالسرطان. ووزير التربية والتعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة، وعاجل مصر تعلنها ولأول مرة. هل ستتدخل مصر عسكريا بعد التصريح الأخير لرئيس دولة أثيوبيا؟ فيديو جديد وأخبار جديدة، لكن قبل التفاصيل ياريت تدعمنا بلايك، واللي بيشوفنا ويسمعنا لأول مرة اضغط اشتراك من العلامة الحمراء أسفل الفيديو. الخبر الأول، مستشار الرئيس يحذر المواطنين من تغير الأجواء. أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس السيسي أن نسب الإشغال في المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا قد انخفضت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذا الأمر يعكس طبيعة الوضع الوبائي حاليا، وهو يعني انحسار أو انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لكن الوباء لا زال موجودا، ولذلك لابد من التمسك بالإجراءات الاحترازية طالما أن الوباء ما زال موجودا، لافتا الانتباه إلى أن أسباب الإصابة بنزلات البرد في خلال فصل الصيف تعود إلى الانتقال من الحرارة إلى البرودة أو العكس بشكل مفاجئ، أو أحيانا يقوم الشخص بالاستحمام ثم يخرج إلى التكييف مباشرة وبعد ساعتين يشعر بالتعب، وهذا الأمر يعد بالغ القدرة خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض في الصدر. ونصح تاج الدين المواطنين بضرورة وضع منديل على الفم والأنف حال الخروج من جو حار إلى جو بارد أو العكس، تجنبا للإصابة بنزلات البرد. الخبر التالي، تحذير خطير. إذا ظهرت عليك هذه العلامة في عينك فأنت مصاب بمرض السرطان. فقد كشف الطبيب الروسي الشهير عن الإصابة بمرض خطير حال التعرض للدموع الدموية التي تشير إلى مشاكل صحية كبيرة، وقال أن ظهور الدمع الدموي فإنه يشير إلى الإصابة بمرض السرطان، وذلك خلال تصريحات له على قناة روسيا الأولى. وأشار الطبيب أن هذا يحدث نتيجة أورام في الغدة الدمعية، وأشار إلى أنه يمكن أن ذلك يشير إلى أمراض الكبد، أو قد يشير الدمع الدموي إلى التهابات في بطانة الرحم. وتعتبر أورام الغدة الدمعية هي عبارة عن مجموعة من الأورام التي يمكن أن تتطور إلى أورام خبيثة. قبل ما نكمل معكم تفاصيل الأخبار يا ريت تدعمنا بلايك. الخبر التالي، وزير التربية والتعليم يكشف عن تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة. فقد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة مباشرة إلى أولياء أمور الطلاب المطالبين بإعادة نشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات. قال الدكتور شوقي أننا لا ننشر توزيع الدرجات، وقال أن ذلك كان يتم في نظام الامتحانات القديم ولا ينطبق على النظام الحالي، وقال أنه من أدى امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي يعلم ذلك جيدا. وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة الاختيار بالمتعدد مختلفة في الشكل والتقييم في امتحانات الثانوية العامة الحديثة. ووجه الوزير حديثه إلى الجميع قائلا لا تلتفتوا إلى أي حديث عن امتحانات الثانوية العامة وتوزيع درجاتها من أي مصدر على الإطلاق بخلاف التربية والتعليم. الخبر التالي، مصر تعلنها ولأول مرة. هل سنتدخل عسكريا بعد التصريح الأخير لدولة أثيوبيا؟ قد قال السفير سامح شكري وزير الخارجية أن مصر دائما تسعى للحلول الدبلوماسية في ملف سد النهضة في كل الأطر السلمية في إطار التعامل مع الأزمة، وهناك تدرج في الآليات التي نلجأ إليها، ولكن إذا اقتضى الأمر واستمرت أثيوبيا في الأعمال الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع سيكون من ضمن البدائل المتاحة لمصر والسودان هي الخيار العسكري، مشيرا إلى أن مصر والسودان لديهما المقومات التي تؤهلهما للدفاع عن مقدرات شعوبهما، وكل الخيارات مطروحة، ولكننا نسعى إلى الحلول من خلال الآليات التفاوضية. الخبر التالي، الموت يرجع الكابتن أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر. لسه معنا خبر حقيقي، تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا. قبل تفاصيل الأخبار من جديد ياريت دعمكم بلايك للفيديو. توفى عصام شوبير شقيق الإعلامي أحمد شوبير، وتم الإعلان عن خبر الوفاة منذ قليل عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وكتب شوبير ناعيا أخوه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء والدوام لله. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام. الخبر التالي، حقيقة تدهور الحالة الصحية للنجم محمد منير عقب تلقي لقاح فيروس كورونا. قد نشر الملحن شريف نور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استيائه من الشائعات التي ترددت
بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا. وقال شريف: لسه قافل السكة مع محمد منير وهو زي الفل والحمد لله، والناس اللي بترددوا كل ده إشاعات. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، ولو كنت بتشوفنا وتسمعنا لأول مرة اضغط اشتراك من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.